بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. كنت وريتكم أنا كيف صبيت الكوكا كولا مع الماء، خلطتها مع الماء وشفتها باش تنظف الخزان تاع الماء وتنظف المحرك من داخل. والله والنتيجة كانت يعني ممتازة، أنا يعني ذهلت من ما لقيت شيء حتى. أنا هذا ما غيرتوش الماء، هذا الماء هذا ما غيرتوش، خليته زي ما هو يدور ونصب الماء، ندور ونصب الماء لين ولا نظيف أبيض، ما عادش فيه حتى شيء. شوفوا أبيض، يعني انا ذهلت نفسي من الماده هذه، يعني انا ذهلت من النتيجه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله. عندي انا هذه سيارتي فيها الخزان تاع الماء هذايا ممسخ، والماء نفسه هو ممسخ، يعني باش شفتوه هنا الاوساخ اللي فيه ماء، مش نصب بدلهم يعني كوكا كولا ونشوف ايش باش يعطيني. هذه الكوكا كولا قدامكم، لترتين لتر ونص، لتر ونص كوكا كولا، مش نصبهم في خزان الماء ونشوف. شوفها هذا صحيح تنظف ولا غير هكاك يعني يكذبوا علينا. نشغل المحرك باش يدور الماء اكثر. شفتوا كيفاش تحسن؟ هذا اللي عملت له تنظيف دائره المازوت بالزيت الفرامل، تحسنت الديماراج نتاعو يعني بطريقة ممتازة. هاو نصب الماء، نصب الماء كشكش. خلوها تدور المادة فيها لين تسخن وتفتح الترمستات ونشوف.